النهارده زي ما انتم شايفين عدد الموتوسيكلات الكبيره دي تقريبا 250 موتوسيكل، حاجه عاملينها علشان خاطر مصر، مسمينها فور ذا لاف اوف ايجيبت. اللي ظريف في الرحله النهارده ان الطلعه بتاعتنا للهرم والرجع هتبقى باريد فورميشن، يعني موتوسيكلات ماشيه بنظام معين. احنا الاوفيسرز بنتاكد انه كل حاجه منظمه، مفيش عربيات داخله في النص، كلنا ماشيين بنظام بطابور معين، واتمنى انه ده يحصل بقبول في العالم كله، لان احنا حاجه دي عاملينها للعالم كله يشوفوا مصر عامله ايه. موجودين عند الاهرامات عاملين ايفنت كبير قوي عند الاهرامات، عشان فعلا ده حاجه من الكنوز بتاعه مصر. اند ذا فاكت ان احنا الموتوسيكلات جينا هنا عايزين نتصور ورا الاهرامات، فعلا ان احنا ننشط السياحه ونخلي الناس تيجي وتشوف مصر ان هي الدنيا فيها امان فعلا، وفيها سبورتس وفيها اكتيفيتيز كتيره وفيها كذا كلتشر كمان. النهارده كان يوم جميل قوي، الناس عملت احلى رايد في الدنيا، كل الجروبات بتاعت مصر كلها اتجمعت في الرايد دي، وطلعنا من عند الاوتيل بعد الفطار وبعد البريفنج رحنا لغايه الاهرامات اتصورنا هناك، وبعد كده عملنا الرايد التشاريتي باريد بتاعت هارلي ديفيدسون، ووصلنا لغايه اركان في 6 اكتوبر. الناس متجمعه كلها وكله مبسوط، وهنسمع حاجات جميله قوي، الناس كلها مبسوطه، وان شاء الله تكونوا قضيتوا وقت سعيد معانا.